المونديال الأسمر على إيقاعات مريم مكيبا المام أفريكا في الدوري الخاص بالمجموعة الثالثة. أسود الأطلسي المنتخب المغربي هو الذي يقص شريط المشاركة العربية هنا في المجموعة الثالثة في استاد أحمد أيجو في ياوندي. 30 درجة، طقس حار وسخون، لوميديتي رطوبة مقبولة مقارنة بالإيمي. المغرب في آخر بوت سبارتي رقم 20 إدريسو اللأن ورن في هذا المونديال الإفريقي. أنا. تمشي الكرة والانطلاق، عرضية خطيرة والحارس يسنية لم تأتي. الآن المغرب ستنتصر على آخر كان وتتويج بأمم إفريقيا لغانا اليمنى من جهة حكيمي. الضغط موجودة 3-1، برافو، مرشح للألقاب، دائما تبدأ بداية صعبة. عرضية خطيرة وسليم ملاح، سليم يخرج كرة حكيمي، حكيمي وكرة في خط واضح ضد أشرف. هجوم السوداء منتخب غانا في الأتاك، ضربة رأس خطيرة جردان، ولكن هذا هو الموجود. من يتعامل مع ظروف هذه البوتستارز في حضورهم رقم 23، خطيرة بالرأس، ترجع القطر أندري أيو لاعب السد القطري. ميات مباراة دولية خوذ في عديد المواضيع التي يعتقب المغربي أنه ليتصابوا له وتمسوا هما اللاعبين. وحيد هاليلوزيتش الكرة الأولى والهدف الأول يضيع، كرة حذرة، فما عبالك يعني مباراة قمة، هنا خطأ وممكن ورقة صفراء، ورقة صفراء مستدام مليح. قلت لكم ماتش الجزائر مش مقياس، لأنه الماتش الود رات التشكيل، الكرة على تشكيل أو كرة في الجول خطيرة، يمشي كرة من عمران، عمران لعب كرة بالرأس على القائم الثاني، يمشي بالكرة الرومان، كرة خطيرة حذاري من الأخطاء، ياسين بونو يغلب على الكرة ويغطي ويربح سيمتر. ومرة في الأولمبياد في نظام ديدي دروكبا 363 هدف. منك يا زموة، والكرة خطيرة بالرأس، لعب الفهود الكونغولية، تمشي كرة عكسية سوليمانو، وبرافو رومان. أوباميونغ الجابون رغم هي بوبا بالكورونا، الضغط غاني واستخلاص الكرة، الهربة وفي خطأ، لا في خطأ وانذار، انذار، شوفوا قرار جوشوا بوندو، بالفعل ورقة صفراء مستحقة، وسلم متأخر على اللاعب الغاني. أول انتصار في الماتش الافتتاحي للوسود في كأس أفريقيا، وكان في مباراة الشوط الأولى في مونديال أفريقيا. الكرة تمشي بعيدة، ضربة درجة، كرة مغربية، كرة الوسود، مباراة لن تنفيذ جوردان أيو 18 هدف دولي مع منتخب محاولة الوسود، الوصول بمراوغة وفي خطأ. في الأوفان على مستوى الشباب ربحوا 4 مرات كأس أفريقيا ومرة كأس العالم. هنا كرة، هنا كرة، هنا فاصل، الله الله على كرة ملعوبة يا رومان. عبد الرحمن حلو التكنيك، ينطلق الهجوم خطيرة وفي خطأ، في خطأ على رومان. هل تكلمنا الفريق الكبير المنتخب الأول ما حققش اللقب، 74 هدف في بطولات أفريقيا، خطيرة الكرة بعيدة، ضربة مرمى لياسين بونو، سرحة ماش متحرك، وبالتالي الكرات الثابتة قد تكون ممتازة، والمراوغة ممتازة، شوت، يشوت كرة وحلوة برشا، المراوغة والتكنيك والانشينمون. مباريات راي على فترات وعلى فقرات وعلى الصيد، اللي عندها حظوظ وعندها منتخب وتخوف من الغيابات. ترجع كرة المنتخب الغاني، ستكون في المغرب في استاد دونار او مراكش في 2010 في ارض البافانا. بافانا بابا في دار الدفاع، جوردان ومسك واضح على روماسي للمنتخب الغاني، خطيرة البلاك ستارز، يشوت كرة وممتازة جدا المحاولة الغانية، وخفيان على الأقل كورنير، يمشي سوفيان، سوفيان، سوفيان يحاول يحصل خطأ، وبذكاء وبصنعة وبذكاء، وصعبة جدا ولعب بالنار، مرت سلامات أبو حكم بوتسوانا القادم من جابون، تهديف خطيرة جدا فيها جول، التوزيع مش ممكن، تمشي كرة حكيمي، حكيمي للأسود وفي خطأ. يا رومان أين هدفك يا ماسينا، بالرأس وفي خطأ، وماذا هناك؟ ما الكرة الثابتة واستثمار الفرصة، كرة ضاعت على المنتخب، يا الدفاعات، يرجع يرجع حكيمي، خلاص خلصت، تماس على الطريقة الإنجليزية، خطيرة الكرة مش ممكن، على ترجع كرة ملعبة طويلة، تمشي كرة خطيرة، كنترول كان صعيب والكرة بعيدة. لاعب في الشوط الثاني، ترفع كرة بتغطية خطيرة، عمل الدفع، جوردان، 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 التعادل
لفط في الكورنر للبلاك ستارز. حذاري على القائم الثاني مرة أخرى، يلزم كرة ثابتة. النجاح في كرة لا سليمانة، يلعب الكرة بارتي بارتي بارتي، والدفاع خطيرة جدا، ملعوبة كرة خطيرة العرضية وفوق عن طريق اليمين يا دم، تحط الكرة بالرأس من لقطاتك يا حكيمي، ترجع كرة واحدة اثنين، والدفاع يلعب الكرة ل 14 وممكن رقمه يضرب الكرة، ولكن ما هوش يبو شعيب يمشي بالكرة، الدفاع يعاود يضغط والحارس مرتاح. كرة مغربية خطيرة خطيرة والتسديدة، كان ممكن يتلقى هدف ماسينا يخسر. وتذكرون كلكم وجميعكم فاش استنى علي لوزيتش من عرش منتخب الغاني، يلعب الكرة منتخب الغاني وبونو، أنا ما لا للحسابات الضيقة لا للنقطة اللي تكفي، إذا تلت مش توا باش يتعب. كبرى كرة بعيدة وبرافو، أقرد مزات الخطورة خطيرة الكانالو، والعملاق بونو نحاله ممتد فانسيل هرب فانسيل، يعطي ركنية لا ضربة لما ساعتي، ترجع الكرة وملعوبة ويني، لا جات الكرة بوفال يدخل بوفال وفي خطأ ممتد. المدربين الاثنين ما عملوا حتى تغيير، كرة خطيرة بالرأس وياسين بون، كانية التقديم عن طريق بوفال هون الكان بالنسبة للمدرب، ترجع كرة بالرأس بابا، يلعب الكرة عبد الرحمن خطيرة من أندريا أيو، يمشي بالكرة العرضية صعبة جدا واحدة اثنين بتليفون والكرة ملعوبة خطيرة وشوت في منطقة الجزاء، طارق يوزع كرة في كازا، الكرة ترجع مرة أخرى بعيدة المباراة بخلال كرة جول يا بوفال أنت الفال الحسن، ماذا قلت لكم يا المغاربة، ستنتصرون ستعبرون ستمرون. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.